يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك أحد الدعاة في أوروبا يقول إنه يجب إعادة النظر في تقسيم المواريث، لأن المرأة أصبحت تكتسب كالرجل، فلا يجب البقاء على التقسيمات القديمة. نسأل الله العافية. يعترض على الله هذا، والعياذ بالله، خطير الكلام هذا خطير. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.